بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. يقول مولانا في 3 آيات من سورة آل عمران عليهم السلام: ما يجب على كل مؤمن أن يأخذ الآيات دي بجد وحذر. بالضبط شو يقول مولانا في 28؟ يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. أهل الكتاب كافرون لأنهم مشركون. يقول ربي في سورة في آخر سورة الفاتحة: مغضوب عليهم وضالون. ما نسمعش نلعبوا. أنتم اليوم اللي عاملين روحكم مسلمين لستم بمسلمين، أغلبكم مش مسلمين، لأنكم في اليوم في عهد مع كافرين. يعني تعاهد الكافر، أنت ما زلت تكون مسلم، ما زال يبقى لك ريحة إسلام. يزيو يا ناس ما تقولوش علاش احنا متخذين وعلاش احنا متخلفين وعلاش احنا أذلنا الله، علاش عاقبنا الله. اسألوا روحكم، كونوا ناس صادقين مع الله ومع أنفسكم ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعاود لا، هذه اللاءات في القرآن، ابحثوا عن ما تحوي هذه اللاءات. يقول: لا يتخذ المؤمنون، ما كنت قلت مؤمن ما عندكش حق باش تتخذ الكافرين أولياء بما فيهم أهل الكتاب. خلص شينا كفار، اي نعم كفار، لأنك انت ما خذيتش الآية بما جاءت به من تحذير. لا تتخذ، يا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني وقت يتاخو كافر وليا لك فأنت أصبحت عدو للمؤمنين قاطبة. ويزم اللعب، المسألة القرآن جاء للتحذير كما جاء للإشارات والخيرات والتنبيهات. والسلام علينا من رب الأرض والسماوات.